هل صحيح وأنه فما شكون حب يبتزك وطلب منك فلوس مقابل استضافتك في وسائل الإعلام؟ فماي وقعت لي تلفزيون الإذاعة زوز وخلي عاد وقت المدونين اللي فهمت ولا لا يهبط لك كذبة ويسميك فاسد ومتحيل وما مسعام وبعد يعيط لي قلت النحاها كانت تعطيني شنو هو ساي اكزيست سيتون مينوريتي. فما شكون اشترط عليك مبلغ مالي مقابل وانك تحضر في قناة تلفزيون؟ ابسوليمون قناة خاصة. قناة خاصة من اللي كنت تذكر فيهم اولي الوطنية. الوطنية الوطنية بار اكزامبل تاع الناس الكل حتى الاستدعاء ما يستدعوكش ولا التلفزة حكومية ولات تتكلم باسم الحكومة. معناها انا نقول لك الفكرة الاكبر من هذه ما نجموش نكملوا في المسار هذه يجي نصلحوه توا. انا مستعد باش نصلحوه. شنية المزية اللي عملها على المواطن كي تمنع المواطن باش تسمع برامج جديدة وافكار جديدة؟ بربي قول هل سيلفو بلاي حتى الوقتاش باش العقدة هذه تتحل في البلاد هذه؟ طيب خلينا ندخلوا في صلب الموضوع. اللي مشينا من واحدة تسيوات واحدة ولا 10 تسيوات في تونس اليوم.